الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب انزلني منزل مباركا وأنت خير المنزلين. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم يا ربنا إنا نسألك هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، اللهم آمين آمين. سمعين الأكاد